لكم حرية الاختيار، بما أن أبو سعيد كان في باله قصائد معينة نعطيكم حرية الاختيار، وتفضل يا أبو دام فضلك. يقول: الشدة بكل ليل وكل ساعة ويوم، تكشف خفايا النفوس وتكشف الأقنعة، والخوة الزائفة مهما حصل ما تدوم، أدنات حاجة تدركونها الأربعة. فإن شفت في أصحابك الغالين بعض الثلوم، عاتب رفيقك بلين، أقنعك ولا أقنع؟ لا تصير عجن على الزلة وطرد العلوم، محدن يعين ورا طرد الحكام أنفع. وإن جوك نقالت الهرجة أخباث السلوم، لا تطيع في اللي رجوبه قبل ما تسمع، كم كلمة قوم تقوم على حيف قوم، ولا تقص وراها اللي هي مصنعة. وإن جاتك الزلة العوجة ابن ابن العموم، حتى لو انزلت ابن العم سم ابلعه. حتى لا خصمت لا ترخص مقام الخصوم، ارفع مقامك وخصمك، لا ارتفعت ارفعه، واجرح فعلك وداء، وحب بكره وشوم، ومن جاك يبغى المشورة والسنع سنعه، واخلص مع الناس مخلص الشيم والسلوم، والحق لجأ عليك من الرجال ادفعه، واحرص على قوة اللي في لزومك يقوم، واللي يبيعك برخص بلا مقابل بعه. وانا رفيد الرفيد اللي يسد اللزوم، يقف معي في اللزوم الصعب واقف معه، وانا عدو الرداء واهل الرداء والرخوم، تغيب وقت الطلب وتبين وقت السعر. سلام يا سلام يا سلام، صح الله لسانك ابو عبد الله، وانت والله من الرجال اللي يسدون اللزوم، جعلني مبسيك وعليك الرجال اللي تشرف فيهم. اي والله في بس كم كلمه قومت قوم على حيف قوم، ولا تقص وراها اللي هي مصنع. سلام يا سلام يا سلام.